للوقوف أكثر على تعاطي الحكومة في العراق مع فئة الشباب في ظل تصريحات السودان الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميداي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. باعتراف السوداني، الدولة تفتقد إلى البرامج الحقيقية والواضحة بتوظيف طاقات الشباب. يا ترى يعني هل تجد في المقابل خطة واضحة للسوداني من أجل معالجة نقاط الضعف هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعني كلمة السوداني جاءت في خلال المؤتمر الوطني لحوار الشباب كما نعلم، والكلمة بالحقيقة كانت يعني عبارة عن توصيات وعبارة عن انتقادات. يعني هو بدأ بانتقاد فكرة التوظيف الحكومي، رغم أن هذه الفكرة أو عملية التوظيف الحكومي قائمة على جاري على قدم وساق، يعني ولم تعمل الحكومة لا في ظله ولا في ظل الحكومات السابقة على الحد من هذه المسألة أو إيجاد بدائل جي أفضل منها. ثم هو كان يطالب الشباب بأن يتشجعوا ولا يترددوا في دخول العمل في القطاع الخاص. يعني هو يعني التشجيع هذا يعني يجب أن معالجة المشكلة الأساسية التي تمنع القطاع الخاص من التقدم أو التطور، أو هاي المحدودية التي أصيب بها أو الشلل الذي أصيب به القطاع الخاص، ما هي مشكلته؟ يجب أن يعالج هذه المشكلة بدلا من أن ينصح الشباب بأن يذهبوا للقطاع الخاص المحدود كما ذكرنا. يعني وهناك كلام بالحقيقة حتى في ختام كلمته يعني يوصي الشباب بعدم الانحراف أو عدم الانحراف إلى الانحرافات السكرية، ويحذرهم من الآفات والسموم الخطيرة كالمخدرات. يعني هذا الكلام ليس بمستوى كلام مسؤول، وإنما هذا مستوى كلام يعني ممكن أن يكون بمستوى مقال في جريدة يعني من قبل كاتب أو وليس كلام صادر عن مسؤول. طيب لا يطرح. أستاذ لبيد، ماذا عن مشروع ريادة لتشغيل الشباب والذي أطلقه السوداني مع بداية توليه المنصب؟ ماذا تحقق منه؟ يعني هو يجيب بالحقيقة، يعني كلمته بالحقيقة تجيب على سؤال حضرتك. يعني من خلال كلمته نستشف بأن تقدما لم يحدث في مجال تشغيل الشباب. يعني مبادرة ريادة هي كان يراد منها أنه دفع الشباب إلى تقديم أفكار ومخاطبة المانحين، ومن بين الأطراف المانحة أيضا الدولة طبعا مستعدة لتقديم قروض تصل إلى 20 مليون، لكن يبدو أن هذه المبادرة لم تفلح في تحقيق شيء، لم يتحقق منها شيء. الأمر الذي دفع السوداني إلى هذه الكلمة بالحقيقة التي هي عبارة عن تشكي وشكوى وتعكس حالة الانسداد أي حلول لهذه المشكلة. لذلك اكتفى بالتوصيات وطالب الشباب بأن يتشجعوا الاتجاه إلى طيب عشرات التظاهرات يعني يوميا تخرج في عدد من المحافظات للمطالبة بالوظائف، والموازنة نعم. بحسب تصريحات الحكومة أن ستوفر عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية. كيف تنظر؟ يعني هل هناك عدالة في توزيع الوظائف إن وجدت بالأساس وإن وزعت الوظائف؟ يعني هل هذا الأمر من الناحية العلمية المهنية الفنية الاقتصادية هل من الممكن توظيف هذا الرقم عشرات الآلاف يعني من الناس بالمقابل ليس هناك إنتاج؟ لا طبعا، هو يعني اصبح الان معروفا لدى المواطن العادي. يعني لو سالت المواطن العادي عن مساله التوظيف واليات التوظيف وميكانيزم التوظيف في العراق سيجيبك بان هناك محسوبيات وهناك احزاب، حصص لكل حزب لديه حصه من الوظائف، وهناك ايضا مسؤولين ومدراء ومستشارين في كل وزاره من هذه الوزارات. عندما يعني يكون هناك مثلا في وزارة الكهرباء وزارة النفط، عندما تطرح أسماء لوظائف
او شواغل لوظائف، فكل كل كل حزب له حصه وكل مسؤول له حصه معينه ويقوم ببيعها. يعني هاي الاحزاب تقوم ببيعها لناس يشترط فيهم الولاء للحزب او محسوبين على الموظف الفلاني او على المدير الفلاني. هذه عمليتها هكذا تتم عمليه التوظيف في العراق، وهذه منذ سنين بالحقيقه وما زالت العمليه قائمه، فلا توجد اي عداله في عمليه التوظيف. وهذا الكلام عن الالاف، يعني هذه الالاف اذا قلنا في الالاف هي لا تتجاوز بضعه الاف، يعني هذا كلام بالحقيقه لا نعرف على اي مدى زمن يعني هذه الوعود، يعني الاف خلال سنه مثلا على مدى عام كامل، هذا عدد قليل مقارنه بالعدد الهائل، يعني عشرات الالوف من الخريجين الجامعيين الذين يخرجون من الجامعه الى سوق البطاله، يعني وسوق لا يجدون شيئا يعملون. نعم استاذ لبيب، هذا العدد قليل جدا. نعم تفضل. احصائيات في العراق تتحدث عن، او احصائيات دوليه ايضا، العراق يتصدر دول المنطقه في تعاطي المخدرات، وهو ما يبرره يعني الشباب في الداخل العراقي يتحدثون يقولون بأن الميليشيات تقوم بنشر هذه المخدرات من أجل يعني تلهية الشباب المطالب بحقوقه، المطالب بفرص عمل، المطالب بحياة نظيفة، المطالب بأمل، المطالب بوطن، تشتيت أفكاره وبالتالي محاولة هروبه من الواقع. يعني قدمت الميليشيات هذه المخدرات كحل لهذه المشكلة، كيف تنظر إلى ذلك من وجهة نظرك؟ يعني هو يعني عودة إلى كلمة السودانية في ختام كلمتي، كما أشرنا يعني أوصى وحذر الشباب من الانحدار إلى مسألة المخدرات، وأشار إلى خطورة هذه المخدرات. هذا يعكس مدى المستوى الخطير الذي وصلت إليه مسألة تجارة المخدرات وشيعة هذه المخدرات في المجتمع العراقي، يعني وخصوصا في على صعيد الشباب، وبشكل اخص بسبب البطاله. يعني البطاله قادت كثير من الشباب عدد للاسف عدد الى الانحدار الى تعاطي المخدرات، وهذه قادت الى حالات انتحار وحالات قتول خطيره يعني لم نسمع بها من قبل. والسبب الاساسي بالحقيقه لهذه المساله لان تجاره المخدرات اصبح هو المشروع الاكثر إدرارا، أكثر إنتاجا في العراق، إنتاجا ماليا للمشتغلين فيه، يعني ويبدأ من المنافذ الحدودية، يعني في خصوصا على الحدود العراقية الإيرانية والحدود العراقية السورية، حيث تتحكم الميليشيات بهذه المنافذ، وهذه الميليشيات هي المستفيدة رقم واحد من تجارة المخدرات. لذلك ترى أن المخدرات تتدفق بشكل هائل وبشكل بأنواع كثيرة لم نسمع بها، الكبسلة وغيرها. الحشيشة أصبحت شيئا تافها بالقياس للمبتكرات الجديدة التي بدأت تدخل أو أصبحت تدخل العراق جهارا نهارا. نعم. يعني شكرا جزيلا. هذا واقع، يعني هذا الواقع المؤسف في العراق. وبما ان الميليشيات محميه من قبل الحكومه فلا امل في مساله. نعم. حل جذري لمساله المخدرات ومشاكل. شكرا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارضه السيد لبيد الصميداي.